يسرقوا. اللي عايز يملى بطنه يدفع، واللي مش قادر يدفع يجوع. محدش بيجوع، وكل الحاجه ما غليت الناس بتتسعر عليها. يعني كوتش الفول بقى بجنيه هتلاقي اللي يشتريه، ويستوردوه طبعا. مش بقيت تلاقي سندوتش الفول جاي من امريكا. حلوه امريكا دي. بس الناس هتجيب منين يا معلم؟ خفت شويه. وانت هتدفع حاجه من جيبك؟ ما انت بتشتري بقرش هديه بريال. المعلم مختار شاري من المعلمه سماح بالسعر القديم. خلاص روحوا للمعلمه سماح اشتروا منها. انا مش هبيع الا بالسعر بتاعي. ولا عادي خيش. انا يا معلمي. مالك يا واد مبلم كده ليه؟ لا ما فيش حاجه يا معلمه. طب اجري هات لي شاي من عند زوبه خفيف. حاضر يا معلمة. هنكش. نعم يا معلمة. ما شفتش عبد الستار البوسطجي؟ شفته يا معلمة وسألته، قال انا مش محتاج توصية، اول ما يجيلي الجواب من بلاد بره هيجيبهولك على طول. معقولة يا سيد؟ معقولة شهر بحاله ما تبعتش جوابات؟ أنا رايحة تجيب الشاي. حاسب على الشاي الديلي يا خدام السيد. تتبرع لي كده ليه يا انت بتكلمني هنا هلا؟ أنا بكلم خدام الست. أنت خدام الست؟ يا معلمة سماح، يا معلمة سماح. أيوة يا دوب. الحقيني الحقيني يا معلمة، هنكش وسلامة بس كيف اخنع بعض. يا لهوي. إما مسحت بيك الأرض. طيب سلامة يا جبل. يا جبل. Oh!